Hey guys, j'espère que vous allez bien, tout va bien chez vous. Donc, c'est la vidéo qui m'a la vidéo qui fait qui m'a donné le matériel du dessin, d'abord il m'a donné le matériel de la peinture. Voilà, c'est bon. غادي نهضروا على انواع الصباغات اللي كاينين المهم خاصه اللي عندي هنايا وانواع ديال البابي او الورق اللي تقدر ترسم عليه دونك نبداو بهذه اللي هي لا بينتور غواش هاد الغواش اغلبيه هي نتاع نقدر نقولوا ديال الدراري الصغار او الناس اللي يلاه باغيين يتعلموا كي تكون رخيصه ما عندهمش يشريو اون بينتور اللي هي بروفيسيونيل وهما يلاه باغيين يتعلم دونك من الاحسن انهم ياخذوا هذه الكاليتي ديالها مزيانه و او ميم طون تقدروا تعلموا بها وكتكون رخيصه دونك هاد لا بينتور هذه كيف ما قلت لكم كتكون مثلا تلقصت لكم حوايجكم اولا شي حاجه دغيا كتحيد دونك هاد القواش هادي كاين اللي كيخدموا بها حتى في البوند ديسيني ولكن ماشي هادي كتكون قواش بروفيسيونيل ودابا غادي ندوزو لاكريليك لاكريليك كاين جوج د الانواع فيها كاينه هاد لاكريليك اللي كتكون بروفيسيونيل وكاينه هادي اون فيت هما راهم بجوجهم دي زاكريليك غير هادي مثلا كتستعمل اغلبيه الحاجات يعني الاعمال اليدويه الى بغينا نقولوا الكرافت وتقدر تخدم بها حتى على لا طوال وكل شيء ولكن هذه غير بوغ لا ديكوراسيون هاد لا بينتور هادي اولا فوالا انا قلت لكم لي كولور بريمير الالوان الاساسيه من بعد ان شاء الله في لا فيديو الجايه غادي نديروا دي زيكسيرسيس باش تعرفوا شنو هما الالوان الاساسيه وشنو هما الالوان الثانويه وكيفاش تقدروا من هاد ثلاثه الالوان تخرجوا الوان واحد اخرين دونك كيف ما قلنا هاد لاكريليك كتستعمل بزاف ديال الحاجات كتستعمل الخشب الوراق لاطوال دونك كاين عندها بزاف ديال الاستعمالات وغالبا راه كتكون مكتوبه هنايا مثلا ها هو كتبين هنا شاتي كاين الكارطون كاين البوا كاين البابي انا بارفو كنرسم فيها حتى في الحيط دونك هادي كتكون متعدده الاستعمالات كتقدروا تخدموا بها على اي حاجه دونك هذا بالنسبه لا بينتور اكريليك عاوتاني عندنا لا بينتور الويل لا بينتور الويل هي الصباغه ديال الزيت و باردون ما قلتش لكم لاكريليك هي بحال صباغه ديال الماء يعني غير بالماء كنخففوها باغ كونطخ الصباغه ديال الزيت لا تيكستور ديالها كتكون قاصحه ماشي بحال لا بينتور هادي هادي كتكون خفيفه يعني لا تيكستور ديالها ميها بارابور لهادي هادي كتكون يعني لا تيكستور ديالها ثقيله شويه دونك كيما قلنا ان هاد الصباغه ديال زيت كتكون لا تيكستور ديالها غليظه كيف ما وريتكم وكتخلط بهاد لي ميديوم هاد لي ميديوم هادو كيف ما كاين ميديوم اللي كيكون يجي مخلط واجد كاين ان ميديوم اللي حنا كنوجدوه كتشري الويل دو لان مثلا كاين هاد الويل دو لان هادي لي بروفيسيونيل وكاين هاديك الويل دو لان اللي كتقدر تشريها مي عند ان دروغري وكتخلطها مع ليسونس وكتخلطهم مع هاد لا بينتور ديالك دونك هادو دي هاد ليسونس والويل دو لان بروفيسيونيل اللي كتخلطو مع هذا دونك يا غادي نقاد انا الميديوم ديالي بهاد جوج وكاين عاوتاني ان اوتر برودوي لا بغيت نزيدو وكاين وسينا كتشريه واجد ان ميديوم واجد وهاد لي ميديوم براسهم فيهم بزاف ديال الانواع دونك كاين الميديوم اللي كي دغيا كينشف ليك الصباغه كاين الميديوم اللي كيخليها يعني على لا تيكستور ديالها كاين اللي كيخفف بزاف الصباغه كاين بزاف ديال الانواع ديال لي ميديوم وهاد لا بينتور الويل كتجيب بيان سور بزاف ديال اللوان
دونك ماشي ضروري يعني تحكم على راسك بحال لا كريليك مثلا، نقدروا فاسيلمون اننا نكريو بزاف ديال لي كولور بيها. سي فري كو حتى في الويل ممكن هاد القضيه، غير من الاحسن ان في لابينتور الويل يكون عندك سيغتان كولور. باغ اكزومبل هاد لومبر بروليه من الاساسيات، كاين هاد الماجنتان وكاين لو جون وهاد لو بلو اوتر مير، هاد لو بلون تيتان. دونك هادو دي كولور اللي ضروري خاصهم يكونوا عندك، و بيان سور الا كان عندك دوطخ كولور راه سي اونكور بيان. دونك كيف ما قلنا كاين هاد لا بينتور اويل، من الخصائص ديالها انها ما كتنشفش دغيا. دونك تقدر مثلا نقارنوها مثلا مع لاكريليك. لاكريليك اون فوا ندير اون توش راه في ساعتها غادي تنشف، دونك خاصني نكون رابيد معاها. باغ كونطخ البانتور الويل كنقدر نخدم على راحتي، دونك نضرب اون توش دابا نقدر نتسنى بلاتي ونعاود نقاد اون اوتر توش، دونك كتخدم على راحتك. ولكن اغلبيه كتكون لا بانتور الويل شويه غلا من لا بانتور اكريليك. دونك هذا بخصوص هاد لي دو كاتيجوري ديال لا بانتور. وكتجينا عاوتاني لاكواريل. لاكواريل هادي الصباغه ديال الماء، كاينه ما تعادل الصباغه ديال الدراري الصغار، هذيك الدويورات اللي كيكونوا فيها هكا دويورات، هذيك ماشي بروفيسيونيل كما قلنا نتا الدراري الصغار، وهذه سي بلو بروفيسيونيل كو الاخرى. دونك كيكونوا شي مرات بحال هكا الوان محدودين، وشي مرات هادو كيتباعوا بوحديتهم. دونك هنايا راه كيكون فيهم السميه ديال لا كولور والريفيرونس ديالها. دونك مثلا انايا كنت خدامه بهاد لا كولور طلعت ليا وبغيت بحالها، عادي ناخذ غير لا ريفيرونس ديالها وغنشري غير هادي، يعني ما مضطرش انني نشري هاد الباليت كامله. دونك وهادي كيف ما قلنا كتخدم غير بالماء، يعني الميديوم ديالها هو الماء. كيكون عندي واحد مثلا كاس حدايا ديال الماء، كناخذ بزاف ديال الماء وكنخدم كندير هنا، عاد كنحط على الباليت ديالي مثلا او لا نابورت. وكاينين ندوزو لي بانسو، هاد لي بانسو هادو خاصين غير بالصباغه ديال هاد لاكواريل. دونك هذا مثلا الا كنت كنتحرك بزاف باغي ندي معايا الصباغه ديال لاكواريل ديالي، كنعمر هذا مثلا بالماء كنعمرو. دونك فوالا كنسد هذا، كنبرك اون فوا كنبرك كيخرج ليا الماء هنايا، كندوز على لا بيتشور ديالي كتهز ليا لا كولا. دونك هادي كتكون ترانسبارونت، يعني من الخصائص ديال هاد لا بانتور لاكواريل هي انها خفيفه بزاف، يعني لا كونسيستانس ديالها بارابور لهادو كتكون خفيفه ميها بزاف، يعني وداكشي اللي كيخليها كتكون ترانسبارونت، كتعطيك واحد لا ترانسبارونس في الخدمه ديالك. دونك غادي ندوزو البانسو، وبعدا كاين عاوتاني التخلاط ديال لا بانتور كنستعملوا الباليت. الباليت هذه مثلا هي ديال الدراري الصغار، كتحط فيها لي كولور هنايا وابري كتخلط. كاين هاد لو جونغ كلاسيك ديال لي باليت، كاينه اللي كتكون بحال هاد الشكل وهي خشب، كاينه اللي كتكون اون بيكسي غلاس، كاين اللي كتجي باغ اكزومبل انا كنستعمل زاجه كبيره وهي اللي كنحط فيها لا بانتور ديالي، كنخدم مرتاحه اكثر احسن من هاد لي باليت. دونك وبالنسبه لي بانسو هنايا كاين عندنا هادو اللي كيجيو خشانين شويه، كاين عندنا هادو كيكونوا رطب بزاف، كاين كاين هادو كيجيو انتر هذا وهذا، يعني الريش ديالو هو قاصح شويه، يعني كيعطيك لا تيكستور شويه قاصحه مي او ميم طون رطب بارابور لهذا. كاين هذا، كاينين هاد الجونغ نتاع لي بانسو اللي كيكون رطب يعني اكثر حتى من هذا هذا. دونك وكاينين بزاف ديال لي فورم في لي بانسو،
par exemple كاين هذا اللي كيكون عريض وكيكون بلا هذا حتى هو بلا وكيكون طويل وبالنسبه بعدا الفرق ما بين ان بانسو اللي كيكون طويل وان بانسو اللي كيكون بحال هذا موين entre les deux وكاين ان بانسو اللي كيكون صغير دونك هذا سي بلوس بور لي ديتاي وملي كتكون كتخدم والترافاي ديالك قريب منك par contre هذا ملي غنكون كنخدم في اون طوال ما خاصنيش نكون ديجا قريب منها دونك خاصني يكون بيني وبين هذيك المسافه هذا كيقدر انك يخليك تخدم يعني بديك المساحه اللي خاصك تكون بينك وبين هذيك لاطوال وبيان سور فاش كتبغي مثلا الان ديتاي كتمشي كتقرب لحدا العمل ديالك او لاطوال ديالك دونك كيف ما قلنا كاين بزاف ديال الانواع او الاشكال ديال لي بانسو كاين هذا اللي كيكون بلا كاين باغ اكزومبل هذا عندي كل حاجه من بعد غادي نقول لكم ديالاش كاين باغ اكزومبل هذا كاين هادو كيجيو رون و كاين هذا لي بلا كاين هذا تقريبا بحال هذا كيجيو انكليني دونك كاين هذا ليكيفالونس ديالو هو هذا اللي كيكون رطب فوالا كاين هذا رون وكيكون شويه كبير كاينين عاوتاني اللي كيكون رقاق بحال هذا رون صغيور كاين ان رون ولكن الريش ديالو كيكون طويل بحال هذا بحال هذا كاين عاوتاني لي رون والريش ديالو رقيق بزاف المهم شحال ما رققنا بيان سور شحال ما مشينا للديتاي دونك كاين كيف ما قلت لكم يعني نفس لا فورم كيتعاودوا زعما بزاف ديال الاحيان كاين هذا حتى هو راه بحال بلا تقريبا بلا وكيجي رقيق صغير بزاف دونك كل واحد ولاش كيصلح بحال انا اغلبيه كنستعمل هذا هاد لا فورم هادي دونك هاد لا فورم هادي كتقدر تخدم بيها باغ اكزومبل هكذا الا بغيتي يجيك بلا وكتخدم به هكا الا بغيتيه يكون كيخدم لو رول ديال هذا لي رون دونك كتقدر تخدم به هكا تقدر تخدم به هكا تقدر تخدم بهذا لاسباس هذا هنايا دونك على حسب لو طرافاي ديالك و بيان سور شحال ما كان عندك ديال لي ديتاي كثر شحال ما تيكون البانسو رقيق شحال ما كان الطرافاي ديالك ما فيهش لي ديتاي بزاف شحال ما البانسو كيكون كبير دونك هذا مثلا هذا لو جونغ ديال البانسو فاش كتكون كتخدم كتعرف بان تخلي موراك واحد لاطاش تخلي موراك واحد لاطراس في الطرافاي ديالك يعني كيعبر اكثر عن الانفعال ديالك باغ كونطخ هذا كيعبر اكثر على واحد لا دوسور يعني كتكون مرتاح خدام بشويه عليك على حسب كيف ما قلت لكم الانفعاليه ديال الشخص والرسمه ديالك دونك فوالا باغ اكزومبل هادو شنو الدور ديالهم باش كنستخدموهم الاغلبيه في لا ناتور مثلا بغيت نرسم الوراق ديال الشجره هذا كيسهل عليا هاد القضيه كيخلي كنقدر ندير دي توش فين مثلا فلامبر و فلا لوميير سورتو دونك هاد لو بانسو هذا حتى هو من لي بانسو اللي مهمين يكونوا عند الواحد سورتو الناس اللي كيبغيو يرسموا لا ناتور دونك هذا سي بلوس بور لي تاش لي غران تاش و اون ميم طون ما كيعطيكش بزاف ديال لي ديتاي وما تيخليش ليك الاثار ديال يعني هذاك الجره ديال البانسو دونك هذا ما حتى شرطب بزاف دونك ما كيخليش ليك مثلا انا درت واحد لاطاش هكا د لابانتور ما يخليش ليا اون تيكستور موراه باغ كونطخ هذا الا جريت غتبقى هاد لا تيكستور ديال هادو اللي كيكونوا حورش وواقفين
ou هاد لا روم باغ اكزومبل هذا اللي كيكون الريش ديالو طويل، هذا سي بلوس بوغ الا بغيتي دير شي ستار مقعد، يعني بحال لاينر كيجي كيعطيك انك تحدد دي ديتاي و خطوطه اللي كيجيو مقادين مع بعضياتهم. دونك هادشي بالنسبه لي بانسو. دونك دابا غادي ندوزو الوراق ديال لا بانتور. هنايا عندنا البابي، دونك باغ اكزومبل هاد البابي هذا هو خاص بلاكواغيل او الواتر كولر، اللي هي هذه اللي كنا قبيله كتخدم غير بالماء. دونك هاد البابي هذا كيكون غليظ، دونك بيسكو كيكون غليظ كيستحملنا الماء اكثر. اذا عقلتو في لا فيديو اللي فاتت كنت هضرت لكم على هاد القضيه هادي، ان الغراماج مهم وسورتو في لا بينتور. دونك لا بينتور محيت الاغلبيه هي كتخدم بالماء، هي كتخدم بالزيت، هي الاغلبيه بالماء. باغ اكزومبل هادي ولا هادي ولا هادي كتخدم بالماء، دونك الغراماج تيخصو يكون كبير باش كتستحمل لك الورقه الماء. هادي خاصه غير بلاكواغيل، بيان سور كتقدر تخدم عليها لاكريليك او لا الزيت، ما كنصحش حيت الزيت في 300 كتابسوربا شويه، دونك كتقدر تخرج ليكم. ولكن مثلا ان غراماج اللي قل من هذا، مثلا حتى هاد 224 حتى هي كتقدر تخدم بها على تخدم بها لاكواغيل، ولكن ما عمرها تعطيك النتيجه بحال هذه. يعني تقدر تحبب، تقدر الا كثرتي الماء عليها بزاف تبدا تبوق لك، باغ كونطخ هذه ما عمرها تبوق وما عمرها عادي تحبب، حيتاش سبيسيال لاكواغيل. دونك وكاين هذا كما قلت لكم الغراماج ديالو هو 224، دونك هاد البابي هذا كيف ما انديكي هنايا كي تقدر تخدمو به لا كريون الكواش اللي هي هادي اللي وريتكم قبيله، تقدروا تخدمو بها بلا فتخ بالمداد الفوزا اللي وريت لا سيونس اللي فاتت. دونك كتقدروا تخدمو فيه بزاف نتاع لي جوم الا بغينا نقولو اولا الوسائط. والفرق ما بين هادي وهادي، دونك يقدر في الكاميرا باغ اكزومبل ما يبانش ليكم، ولكن هادي راها غليظه وقاصحه وواقفه على هاد الورقه هادي، وهادو بجوج راهم غلط من هذاك البابي اللي وريتكم في لا فيديو اللي فاتت. دونك كيف ما قلنا هادي خاصه بلاكواغيل، كاين عاوتاني وراق خاصين بلاكريليك، كاين وراق خاصين بهذا بالبانتوغ الويل. دونك ديما قبل ما مثلا ما نمشي نشري واحد الكارني دو ديسان اولا كارني دو بانتوغ باردون، الا كان من الناس اللي كيحشيش، كاين الناس اللي كيبغيو يخدموا على الوراق، ديما تشوف شنو مكتوب، واش اكواغيل باغ اكزومبل هذه كيما مكتوب هنا راه تقدر تستعملها لبزاف ديال الحاجات. دونك خاصك ضروري تشوف هاد القضيه هادي حتى الغراماج، دونك تشوف حتى الغراماج، حيت الغراماج كنقولها وكنقولها راه مهم، حيت راه ميمكنش تاخذ باغ اكزومبل ورقه ديال 90 غرام ونجي نخدم بها البانتور اللي هي اكواغيل اللي كتحتاج الماء بزاف، ميمكنش دغيا الورقه تقطع دغيا تبدا تحبب يخرج ليا داك الحبيبات ديال الورقه. دونك خاص ضروري تشوف الغراماج وهاد البابي هذا واش كيصلح مثلا للصباغه ديال الزيت، الصباغه ديال لاكريليك، اشنو لاكواغيل، شنو هي الصباغه، النوع، الطبيعه ديال الصباغه اللي نقدر نخدم بها. هذه الصباغه ديال الزيت كيف ما قلنا راه عندها بابي ديالها خاص للناس اللي كيبغيو يخدموا على البابي، اولا كان اللي كيخدمها على الكرتون، كاين اللي كيخدمها على الخشب، كل واحد الكونتر بلاكي، دونك كل واحد ولاش كيفاش كيبغي كيرتاح كيخدم. كاين ناس اللي كيخدموا على الكانفات او لا لاطوال، دونك بويسكو لاطوال هي الا بغينا نقولوا الوسيط اللي اكثر شيوعا واكثر استعمالا،
مي كاين بيان سور الناس اللي كيبغيو يخدموا على الورق، كاين الناس اللي كيبغيو يخدموا على الخشب ولا نيمبورت. باغ اكزومبل هنايا هو راه دايرينا من 90 غرام حتى ل 1000 غرام، دونك راه كاينه بيان سور اون غراند ديفيرونس. هاد ال 1000 غرام راها كتكون غليظه وكتقدر تستحمل لك تقريبا اي نوع ديال الصباغه. دونك فوالا هذا الشيء بالنسبه للبابي. دونك كنقولها وكنعاودوها، قلبوا قراو مثلا شنو هاد هاد الكارني او لا هذا لاش كيصلح، او لا هاد هادي نتاع البابي لاش كتصلح. راه ديما كيكونوا انديكي، ديما الكراماج كيكون انديكي. من المهم انكم تردوا البال لهاد الحوايج باش تعرفوا واش غادي يتناسب مع داك الخدمه اللي غتخدموا، او لا هي غادي نمشي غادي ناخد واحد البابي مثلا هذا وانا باغي نخدم البانتوغ الويل وغنصدقيه مضيعه الصباغه ومضيعه الورق ومضيعه الخدمه ديالي. دونك ما يمكنش. دونك فوالا جيسبر انكم تكونوا عرفتوا لا ديفيرونس اونتر لي بانتوغ، تكونوا فهمتوا شويه عاوتاني لا ديفيرونس اونتر لي بانسو، واخا داكشي كان دغيا دغيا شنو هما لي ميديوم اللي غيصلحوا لكم مثلا في لابيتور الويل او لا حتى في لاكريليك. دونك فوالا جيسبر ان تكونوا استفدتوا شي حاجه جديده. ما تنساوش بارطاجيو هاد لي فيديو مع الناس اللي كي سون انتريسي بلاغ وباغيين يتعلموا يعني دي تكنيك او لا يعرفوا شنو الماتيريال بلاغ اللي يحتاجوه. دونك فوالا دونك لا سيونس او لا فيديو جاي ان شاء الله غنعطيكم ان اكزرسيس اللي نتاع الالوان عادي نخدمو بلاك خيليك، عتعرفوا اي باش تعرفوا مثلا الميلونج دو كولور كيفاش نخلط لي كولور ديالي. دونك فوالا نخليكم في هاد لا فيديو، نتلاقاو في لا فيديو الجايه. باي.